فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا شاب متزوج منذ 10 سنوات. نعم. يقول: أنا شاب متزوج منذ 10 سنوات نعم. ولم أرزق بذرية، وقد نصحني الأطباء بعمل ما يسمى بالتلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب، فما الحكم في ذلك حفظكم الله؟ والله أنا لا أرى هذا، أنا لا أرى هذا. أحسن أنك تعمل الأسباب المباحة والحمد لله، تتزوج زوجة ثانية ثالثة وتعمل الأسباب المباحة، ترجو من الله حصول الذرية. نعم.